نروح إلى تغريدة أخرى من حساب الفنانة ميلا الزهراني، فخورة وسعيدة بهذه اللحظة السينمائية العظيمة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، يوم من التاريخ تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر آل سعود وزير الثقافة. شكرا على كل هذه الجهود المبذولة والواضحة، ونحن صراحة كلنا فخورين بوجود مثل هذا الحدث أكيد على أرض المملكة، ووجود مجموعة جميلة من الفنانين والفنانات اللي يمثلون السينما السعودية واللي تخطوا خطواتها المبكرة في أعوامها الأولى، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، وأكيد رح ننتظر هذا المهرجان في كل دوراته القادمة بكل ما يحمله من أعمال رائعة. نروح